سيد الله يبارك فيك. ما خلصنا من قصة مبروك دي وتعالي ثلاث مرات ومالها أم حسن نقولها أربعة وخمسة كمان المباركة حلوة يعني. أيوة بس نتكلم في حاجة تانية. ما هو مش معقولة أنت جايلي وعايز تقعد معايا عشان تقول لي مبروك تاني. بقولك يا أم حسن هو حضرتك في البيت بتاعنا بالك قد إيه من إمتى يعني؟ أوه من وأنا عريس جوزت هنا مدرس ومراته. ده أنا كنت طاير من الفرحة عشان سكنت هنا قرب السيدة والمرتب كان مهيصنا أنا والمرحوم. وما زهقتش يا أم حسن؟ ساعات بس مش كده؟ بس بنزهق سوا أنا والشقة. حتى لما طلعت مع ريم فوق بشتاق للشقة. يعني يا عم حسن لو جات لك فرصة تروح مكان أحسن مش هتعمل كده؟ مكان أحسن ده في الآخرة بس في الدنيا مفيش مكان أحسن من مكان في المكان اللي بترتاح فيه. انت عايز تخلع ولا ايه؟ بصراحة بفكر. جرب جرب وشوف المهم تكون مرتاح. نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.